السلام عليكم. إيران بدأت بالدفع بأسلحتها وصواريخها المتطورة بشكل مكثف تجاه لبنان، وذلك من أجل ضمان قدرة حزب الله على مواجهة ما ممكن أن يكون قادما تجاه جنوب لبنان. هذه التفاصيل أصبحت واضحة مما نشر في 24 ساعة الماضية من قبل يدعوت أحرنوت العبرية، التي أكدت أن جزءا من هذه الأسلحة الإيرانية التي ترسل إلى حزب الله في لبنان هي صواريخ الماس الإيرانية. هذا الصاروخ هو يعتبر نسخة كربونية مطابقة تماما لصاروخ سبايك الإسرائيلي، الذي تمكن حزب الله اللبناني من الحصول على نسخة من هذا الصاروخ والاستحواذ عليها أثناء حرب لبنان الثانية في عام 2006. قاموا ببساطة بإرسال نسخة هذا الصاروخ لإيران، إيران قامت بهندسة عكسية على هذا الصاروخ وبعدها أصدروا نسختهم الخاصة، ألا وهو صاروخ الماس الذي ترونه هنا، وأصدروا كذلك بعد ذلك نسخ مطورة مثل صاروخ الماس 2 وكذلك الماس 3. وهذا الصاروخ ببساطة هو صاروخ مضاد للدروع، بمعنى آخر بأنه يستخدم ومتخصص في ضرب الدبابات والمدرعات أو ما شابه ذلك، وممكن أن يطلق من الأرض وأيضا كذلك ممكن أن يطلق من الجو عن طريق طائرات مسيرة مثل طائرة أبابيل 3، وبالتالي هنالك مرونة كبيرة في إطلاق هذا الصاروخ. أيضا هذا الصاروخ الذي نتحدث عنه لديه أو له مميزات عديدة للغاية. أولى هذه المميزات بأن الرأس الحربي هو شديد الانفجار، أو أن من الممكن أن يكون هذا الرأس حراريا بالنسبة للصاروخ. أيضا أن هنالك كاميرا في الرأس أو في مقدمة هذا الصاروخ، مما يعطيه صورة واضحة عن النقطة التي يتوجه لها، وممكن توجيهه أيضا بالأشعة تحت الحمراء. وما يميز هذا الصاروخ بأن المقاتل عندما يطلق الصاروخ مباشرة على الهدف، مثلا هذه الدبابة، ليس بالضرورة لهذا المقاتل أن يوجه الصاروخ على الدبابة، لا أبدا، بل إنه من الممكن أن يوجهه باتجاه آخر، مسار غير مسار هذا الهدف، يطلقه باتجاه مختلف وبعدها يتم توجيه الصاروخ لكي يقوم بضرب الدبابة مباشرة. وهذا هو الذي يضمن أولا عدم كشف موقع من أين أطلق هذا الصاروخ، ويضمن سلامة المقاتل في إطلاق هذا الصاروخ، وأيضا إنه يتمتع بدقة عالية للغاية، والمديات لصاروخ الماس تتراوح ما بين 5 كيلومتر إلى 15 كيلومتر. بالنسبة لألماس 3 يستطيع من الوصول إلى 15 إلى 16 حقيقة كيلومتر، وبالتالي هذه المسافة تعتبر كبيرة ومهمة للغاية. وأولى علامات ظهور هذا الصاروخ لدى حزب الله اللبناني كانت في 25 من يناير من هذا العام، وبدأ يتزايد ظهور هذا الصاروخ لدى حزب الله الذي يجري والذي تتحدث عنه يدعو أحرنوت بأن هنالك شحنات مكثفة وسريعة ترسل في البر وفي الجو وبشكل أكبر في البر عبر سوريا إلى حزب الله اللبناني، والذي يتواجد بشكل مكثف في الجنوب اللبناني لمواجهة إسرائيل. والرغبة الأساسية هو إيصال أكبر عدد ممكن من هذه الصواريخ لحزب الله، وذلك لكي يكون قادرا من مواجهة كل الدبابات والمدرعات الإسرائيلية التي تتحشد بشكل كبير باتجاه مرتفعات الجولان وباتجاه طبعا جنوب لبنان. وأيضا في نفس الوقت من التفاصيل التي ذكرتها يدعو أحرنوت بأن إيران أيضا مستمرة في إرسال المضادات الجوية، وهذه المضادات الجوية والأسلحة وسلاح الجو أو المنظومات الدفاعية الجوية ترسلها أيضا على البر بشكل مكثف إلى حزب الله اللبناني. وقد وصلت فعلا بعض هذه المنظومات كما تحدثت يدعوت أحرنوت إلى حزب الله، وتمكن حزب الله كما لاحظنا في الفترة الأخيرة من إسقاط 5 طائرات مسيرة إسرائيلية من ضمنها هرمس 900. فجأة بدأ حزب الله قادرا على إسقاط هذه الطائرات المسيرة، وهذه الإمكانية لم يكن يتمتع بها حزب الله ولا حتى لبنان بأكملها. وبعد وصول هذه الأسلحة والقدرات الدفاعية الجوية تمكنوا فعلا من إسقاط هذه الطائرات المسيرة. وطبعا إيران وحزب الله والفصائل المسلحة الموجودة في المنطقة تتحرك وترسل بهذه الأسلحة بشكل مكثف، لأنها تعلم تماما بأن إسرائيل عندما ستبدأ بهجومها على حزب الله اللبناني ستبدأ أولا جوا بضربات مكثفة على الجنوب اللبناني وعلى كل المواقع الحساسة الخاصة بحزب الله اللبناني، وبعد ذلك يبدأون بالتقدم برا مباشرة. وبالتالي بامتلاك حزب الله لهذه الصواريخ التي نتحدث عنها، صواريخ الماس وأنظمة الدفاع الجوية الخاصة بها، كلها سيمنحها القدرة على أولا
استنزاف الدبابات والمدرعات قدر الإمكان، إلحاق أكبر الخسائر الممكنة بالدبابات والمدرعات، إسقاط الطائرات المسيرة أيضا، وإلحاق الأذى أو مطاردة على الأقل ومشاغلة الطائرات الحربية الإسرائيلية، وكذلك أن تكون هنالك مشاركة واضحة من الفصائل المسلحة المقربة من إيران، إن كانت الفصائل العراقية وحتى الفصائل الموجودة في سوريا أو جماعة الحوثي جنبا إلى جنب في لبنان وفي جنوب لبنان أو حتى في سوريا والعراق أو قادمة من اليمن. وهذه العناصر وهؤلاء المقاتلين هم ليسوا جيشا نظاميا بل جيش غير نظامي، يعتمدون على حرب العصابات ضد جيش النظامي، وبالتالي كل هذه العوامل ممكن أن تلعب دورا في إيذاء إسرائيل، وقد يفسر لماذا إيران تستمر بالتصريح بأن إسرائيل ستهزم بهذه المعركة، لأنهم واثقين تماما من قدرتهم على استنزاف إسرائيل بشكل كبير. ما هو مثير بهذه المسألة أن يدعو تحرنوت أيضا ذكرت بأن الضربات الأخيرة التي نفذتها إسرائيل في الداخل السوري على سبيل المثال على الحدود السورية اللبنانية باتجاه القصير، أو حتى الضربة الأخيرة التي شهدناها الأسبوع الماضي باتجاه الحدود العراقية السورية في الداخل السوري إلى شمال البوكمال، أكدت بأن إسرائيل كانت خلف هذه الضربة، الصحيفة العبرية التي نتحدث عنها، وأكدت مسألة مهمة أخرى بأن هذه الضربات طالت شحنات لأنظمة الدفاع الجوي الإيرانية التي ترسلها إيران وكانت ترسلها إيران لحزب الله اللبناني، ودمرتها بالتمام والكمال إسرائيل عند استهدافها، والاستهداف الذي جاء في 22 يونيو على الحدود العراقية السورية كان قد ظهر بهذا الشكل، لاحظ الاشتعال الكبير للغاية. وأكدت إلى كثير من الأوساط السورية مثل المرصد السوري لحقوق الإنسان أو غيرها بأن هذه الشحنة كانت قادمة من العراق إلى سوريا، ويبدو من يدعو تحرنوت بأنها كانت متجهة إلى جنوب لبنان كما تتحدث هذه التفاصيل. وهذه المسألة لم تتوقف، عمليات الشحن فعلا كما تتحدث يدعو تحرنوت هي مستمرة وبشكل مكثف، كما نشرت وكالة عين الفرات على سبيل المثال أيضا ليلة يوم أمس كانت قد ذكرت بشكل واضح أن هنالك شحنات كبيرة دخلت من العراق إلى سوريا، ونشروا هذه الصورة الحصرية بحسب هذه الوكالة، يوضحون الشاحنات وهي تدخل إلى مدينة البوكمال، والنقطة التي انتقلت منها هي الحدود بين القائم وبين البوكمال، ولكنهم تحركوا باتجاه الحدود الغير شرعية الخاصة بالفصائل المسلحة العراقية والإيرانية بشكل عام. ما ذكرته وكالة عين الفرات بأن 12 شاحنة محملة بالأسلحة دخلت من العراق إلى سوريا عبر معبر السكك أو كما يطلقون عليه المعبر الإيراني لتصل إلى البوكمال، 6 من هذه الشاحنات باتجاه البوكمال وبقية هذه الشاحنات اتجهت باتجاه الميادين ودير الزور، وكذلك ذكرت بأن هنالك شاحنة أخرى محملة 150 عنصرا من هذه الفصائل المسلحة كانت أيضا قد دخلت مباشرة إلى الميادين وإلى دير الزور، وقبلها بأيام أيضا كانت هنالك شاحنة أيضا محملة 150 عنصرا من عناصر المقاتلين الفصائل المسلحة أيضا اتجهوا باتجاه نفس هذه المنطقة. هذه الأسلحة وانتشار هذه القوات في الميادين وكذلك في دير الزور هي تأتي باتجاه القوات الأمريكية وقواعدها مثل قاعدة حقل العمر النفطي أو حتى قاعدة كونيكو، في ظل أن الفصائل العراقية كانت واضحة للغاية، أي هجوم من إسرائيل على جنوب لبنان ستبدأ هذه الفصائل بمهاجمة القوات الأمريكية بكل ما تمتلكه من قدرات ومن صواريخ وأسلحة، وبالتالي هذه التحشيدات للفصائل والسلاح والطائرات المسيرة والصواريخ يعني أن هنالك ترتيبا وتحضيرا لمهاجمة هذه القوات الأمريكية. ولكن أيضا قد تشير كما تحدثت يدعو تحرنوت أن بعض هذه الأسلحة تتجه مباشرة إلى لبنان عبر طريق طويل للغاية، يتجه إلى تدمر أو إلى حلب ليصل إلى لبنان مباشرة، وهو الذي يفسر لماذا من الممكن لإسرائيل مرة أخرى أن تنفذ بعض الضربات على طول هذا الخط لمنع هذه الأسلحة من الوصول إلى حزب الله اللبناني. وأيضا أن هذه الأمور وهذه التفاصيل تفسر الذي قامت به إسرائيل الأسبوع الماضي نهاية الأسبوع الماضي من استهداف كان قد جاء باتجاه دمشق باتجاه منطقة السيدة زينب على مؤسسة جهاد البناء التابعة لحزب الله اللبناني. واحدة من الضربات كانت باتجاه تل الصحن تجاه منظومة رادارية موجودة في السويداء، وكان هنالك تحديثا قادما من القمر الصناعي يوضح بالضبط النقطة التي استهدفت في السويداء، هذه هي السويداء هنا وهذه هي النقطة الرادارية
التي كانت قد ضربت، وتحديدا الرادار الذي سنقترب منه الآن، وهذا هو الرادار الذي ترونه الذي كان هدفا لإسرائيل. كيف عرفنا هذا الأمر؟ هو من تحديثات القمر الصناعي التي توضح نفس هذه الصورة. لاحظ هنا قبل وهنا بعد، لاحظ ما الذي تغير هنا، هذه المنطقة الوسطية قد تغيرت وتغير لونها، وهو يوضح عملية الاستهداف الإسرائيلية التي جاءت تجاه هذه النقطة. لاحظ كيف تغير لون هذه المنطقة مما يوضح عملية الاستهداف على هذا الرادار. نأخذ صورة أوضح لنفس هذه المنطقة، نقترب هنا، هنا قبل هنا بعد، تغير اللون واضح تماما، ويؤكد لك أن هذه الضربة جاءت دقيقة للغاية من قبل الجانب الإسرائيلي. وطبعا الضربة على السويداء هي لكي تضرب الرادار لكي لا يرى أي شيء أو أي من القدرات والعمليات الإسرائيلية في عمليات التسلل، إن كانت بالطائرات المسيرة تجاه الحدود العراقية السورية أو حتى تجاه مناطق مهمة للغاية مثل حلب على سبيل المثال. أي أن حركة الطائرات الممكنة هنا أن تكون بهذا الشكل أو بهذا الشكل باتجاه حلب والسيطرة على كل الشحنات الأسلحة التي ممكن أن تتحرك في هذه المنطقة. ولكن بشكل عام كما تتحدث يدعوت أحرنوت، إسرائيل لا ترى كل شيء والولايات المتحدة لا ترى كل شيء، وأن هنالك الكثير من هذه الأسلحة تصل لحزب الله اللبناني استعدادا للعملية القادمة من قبل الجانب الإسرائيلية على جنوب لبنان. وتبدو أن الأمور فعلا وبدأنا نقترب من ساعة الصفر في هذه المعركة القادمة والمتوقع أن تكون كبيرة، خاصة وأن شحنات الأسلحة الأمريكية عادت للظهور مرة أخرى إلى إسرائيل. طائرة C-17 للشحن كانت قد ظهرت بهذا الشكل صباح هذا اليوم في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم، وهي تصل إلى قاعدة نيفاتم الإسرائيلية في عودة للشحنات الأمريكية للسلاح مرة أخرى لإسرائيل. وكذلك أيضا أن هذا المصدر وهو وورشيب كام كان قد نشر صورة لإحدى المدمرات الأمريكية، وهي هذه السفينة الحربية USS Mount Whitney، وتحدثوا بأن هذه السفينة كانت قد دخلت من مضيق جبل طارق وهي أصبحت موجودة في البحر المتوسط، وهذه السفينة واحدة من مهامها ستكون هو إجلاء المواطنين الأمريكيين المتواجدين في لبنان، وقد تكون البعثة الموجودة أو حتى من موظفي السفارة الأمريكية في بيروت سيتم إجلاءهم بهذه السفينة في حالة بدأت إسرائيل فعلا بالهجوم مباشرة على جنوب لبنان، وقد تكون واحدة من المؤشرات الأخرى أيضا على أن هنالك حرب قادمة فعلا باتجاه جنوب لبنان. هي أسعار النفط، خام البرنت قد ارتفع الآن ووصل إلى 85 دولارا أو أكثر من 85 دولار بعد انخفاض شهدناه في هذه الفترة في شهر مايو. في شهر 5 وصل إلى أعلى مستوياته، انخفض بهذا الشكل في يونيو، ولكن مع الأنباء، مع التصعيد، مع تصعيد جماعة الحوثي بضرباتها في خليج عدن، البحر الأحمر، المحيط الهندي، البحر المتوسط، مشاركة الفصائل العراقية بهذه الهجمات، الأنباء عن حرب قادمة، كلها يبدو لعبت دورا في ظل تهديدات قادمة أيضا تجاه البحر المتوسط من قبل جماعة الحوثي ومن قبل الفصائل المسلحة وحتى من قبل إيران. بالتالي نحن أمام ظروف عسكرية كبيرة، تأهب إيراني واضح، حزب الله قصته مختلفة تماماً.